في مثل هذا اليوم وقبل نحو 300 عام كانت لكل منا قصة، قصة جد شهد تأسيس هذا الوطن وتلاحم مع قيادته وورث من بعده حب الوطن أبا عن أب. واليوم نعود بالزمن لنفخر بأجدادنا وليعرف العالم مجدنا الذي بدأت حكايته من سادس جد. الله يحميها، هي قبلة الإسلام والروح تفديها، الكل يهواها يعشق أراضيها، ما هو السعودي بس حتى المقيم فيها، ما مثلها في الكون الله يحميها، هي قبلة الإسلام والروح تفديها، الكل عشق أراضيها، ما هو السعودي بس حتى المقيم فيها. في مثل هذا اليوم تأسست